بس ما اسالك مره ثانيه. هل عمر لكم في سالفاتكم؟ هل عمر متزوج وعنده عيال؟ لا تحترق الطبخه. اكيد الحمد لله متزوج وعندي ولد وبنت. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله انا امنيتي اني اشوف مشعل ولده وسامي ولد ابو عبد المجيد. مشعل امس ابتدى رحلته في الدراسه، هو اليوم له في المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقه ان شاء الله. امين. الله يجعله خير من ابوه. تروفه تو تغنون. اي عرفت هذه؟ الله يشتكت لهم؟ والله اني اشتكت لهم قد الدنيا. بس انهم معي انا، ترى انا عندي الاطياف، الحديث مع الاطياف جميل جدا. وش قلت؟ اكيد كتبت بيت. تراني اذا كثرت الكلام هذا ببسي، وانا ما احب ابسي شوي. لا والله، والله انت ابسي. انا طالب، انا طالب. تكفى بلا ابسي وباكل مقلوبه. اللي بياكل ابوي ابو علي مو بنت. وانا باكل، انا جوعان والله. اكل عادي. تكفى يعني. لا تقول لي تكفى ثم والله ثم والله، لا اروح البيت الحين اجيبه. لا لا بس اللي لا تشتوي يا ريجي. ها؟ عيت لا تستوي. من هي؟ قطعتها اربع ارباع. يا عيت لا تستوي. انقدها اول بعدين خلاها تستوي. ايش تراك انه ما يمكن احترقها؟ لا كليتها منها ما استوي. ما ظل نطلعها، لا خلصنا نطلعها برا. نطلعها ونديها. طيب نارك نار الهادي ما شاء الله اللي كانها مستوي. ما عاد في ماء، خلص الماء قضى. الماء طيب انت من قال لك ان الطبخه يكون فيها ماء؟ صح. مو بلازم يكون فيها ماء؟ ما ادري انا. والله ما ادري. طيب. طيب انا عمر مودي. لا شوف بعلمك حاجه، انت اذا بقيت تحت واشتقت له انت معي ولا مع الاسف؟ معك والله. ولا مع السلامه؟ لا والله معك، وبيجيك سؤال بعد عشان طيب. تدري اني معك. بعلمكم بحاجه، اذا اشتقت لحد وانت ما تقدر تكلمه ولا ما تقدر تتواصل معه شخصيا يعني فيس تو فيس، وش الحل الامثل انك تخفف الشوق هذا؟ جاوبني يعني، قد اشتقت لحد وهو مو عندك وش تسوي؟ تكتب عنه يعني تعبر عن نفسك. ان كنت منشد تعبر عن نفسك بالانشاد كان طيب. انت تقول اذا انت مشتاق له إيه؟ بس بينكم بينك وبينه تواصل بس في اللحظه. ما في تواصل الحين. انت مثلا مشتاق لاحد برا مشتاق له جدا، كيف تخفف الشوق هذا عن اذا كان معي اشياء تخصه مثلا؟ الله يعني اشوفه اتذكرها وانبسط شوي اذا كان لي مقاطع. قد صار لك كذا يا علي انت اشتقت لاحد وهو ما هو عندك؟ ايوه. وش سويت؟ والله بدون استهبال. والله انا شوف انا جيت في مصر، يمكن جلست في مصر اربع شهور. ليه؟ وجلست في نجران فتره طويله. فتمر علي هذه الحالات، اروح الاستديو اشوف مقاطع. شفت؟ الله. اي والله اروح اشوف مقاطع مثلا. اذا طبعا انت تقول فيس تو فيس انا اتصل. لا احنا مشكلتنا هنا ما نتصل. انا اقول انا ما اروح للاستديو. لان الاستديو يحفظ لك صور هي ما هي في بالك اصلا. انا اغمض عيوني واتذكر الاشياء الحلوه اللي بيني وبينه، لان الاشياء الحلوه اللي في بالك هي اللي ما تحتاج انك تروح استوديو عشان تشوفها. ها والله عادل صادق، اني قبل ارقد اغمض عيوني واحاول اعيش الريالتي اللي الناس اللي مشتاق لهم. لدرجه اني مرات والله اني احس انهم يكلموني واسولف وانا نايم. فهذا يعني حل. ما كتبت ابيات شيء؟ كتبت بس انها بتبسي وانا ما يا اخي نبي انا خلاص طلبت يا اخي انا جوي الدراما احب البسي. انا طلبتك بسي مع مقلوبه. طيب تبي تبسي شوي ان شاء الله. طب بسالك سؤال. طيب تفضل. عطني او احكي لنا تجربتك في شاعر المليون. اول مره تنسل السؤال ده سم؟ اول مره تنسل؟